مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قصة سناء لعدد كبير من المغاربة، تبعوها لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع. سناء جات من السعودية بصندالة ديال الميكا، أسباب ومسببات القضية تبعوها عدد كبير من المغاربة فيما يخص المعاملة اللي تعاملوا معها تما، بالأخص ما يسمى بين قوسين بلغة الكفيل إشكاليات كبرى في خضم الموضوع. لجأت السفارة المغربية بالسعودية، وهنا الشكر الجزيل صراحة الروح الوطنية ديال السيد المستشار اللي قام بالواجب من جميع الجوانب، اهتم بها وكان هو له دور كبير انه رجعت الارض الوطن. في نفس اليوم ربطت بنا الاتصال، شفنا القصة ديالها، بعدد كبير من المغاربة مشكورين اللي حسوا بالوضع ديالها. الشق الاول انه اهتموا بها الحمد لله وساعدوها، ولا عندها واحد سكن بشكل مؤقت، وهي عندها اشكال ثاني اللي كتعاني فيه بحكم انه يتيمة. توصلت بمعلومات حول وفاة يمكن اعتقد الام، وفي خضم الموضوع موضوع الاب اللي ما تقبلهاش. وهنا كنا درجنا الفيديو وجهنا نداء ناس ساعدوها وقدروا يوصلوها للاب، الا ان هذا الاخير له رأي اخر وقرار صادم شيئا ما. حيثية القضية والجديد غنشوفوه مع سناء. سناء، فين وصلت الامور ديالك؟ المغاربة الحمد لله معاك، ساعدوك، ولا عندك واحد السكن على قد الحال وليتي مستقر؟ اللهم بارك. الاشكال اللي كاين هو الاب، عرفتي المعلومات ولقيتي الاخوة ديالك اعتقد، ولكن كيفاش؟ انا من لحت الفيديو معاكم، توصلوا فيا الناس من طرف الاب ديالي اللي كيعرفوه مزيان. قالوا لي الاب ديالك راه تماما كيشبه لك، وخصوص خوتك تهم كيشبهوا لك. ورونا تصاور خوتي فعلا نيت كيشبهوا ليا، يعني كاين الشبه بيناتهم، وحتى انا كنحس الاحساس بما كنحس هذوك في مرا خوتي، كنحس بما هذوك راه خوتي. توصلت في النمره ديالو عيطت عليه، قال لي انا سابو، قال لي في الاول الو السلام عليكم شكون معي؟ قلت لي معاك سانا، ولي كان رد الفعل ديالو قال لي ضربي على هاد النمره. بس صمت انا صابر راسي، غادي فرح يقول اجي بنتي ندير معاك الحال، كتبقاي فيا، كنشوفك تنعس بالزنقه، كنشوفك معذبه، شحال من حوايج اجي بنتي الا كانت خايف من مراتو اجي نديروا لك الحل غير بيناتنا. ولي كان هو رد الفعل ديالو ضربي على ديك النمره. انا ما كرهتش هاد الاب ديالي، يهدي عليا الله ونتفاهموا، انا ما باغا منه حتى شي حاجه، بغيت منه غير طوب وتناسب. نعرفت انا شحال في عمري، ونعرفت انا اصلي شكون. العلاقه ديالو هو بالام ديالك، واش كانت كتجي شي حاجه ولا علاقه ديال الام ديالي؟ كيقول امي بنت عمتي، وكانت العلاقه بيناتهم غير الشرعيه، وهادشي اللي كيقولوا لي الناس اللي توصلت ليهم. هنا بحكم انك هو كاين العلاقه بينه وبين الام ديالك، بين باك وبين امك، هذوك الناس اللي من العائله ما قدرتش توصل لدوك الخيوط، كيفاش يتصلوا به الباب الرحمه يتفتح؟ يعني دوك الناس اللي من العائله اللي كنقولوا حجرتهم ثقيله يقدروا يساعدوك انه دار شي امور بيناتكم بواحد الطريقه حبيه، هاد الناس العائله ما قدرتيش توصلي لهم؟ لا ما كاينش خويا، توصلت لهم كاين واحد خو هو اللي قال لي راكي تي بنت خونا. قلت له باش عرفتيها؟ قال لي هذيك النهار كنا جالسين مجموعين، وقال درت واحد الغلطه وندمان عليها. قال شنو هاد الغلطه؟ قال لي مرا عندي بنت وصافي. شي اللي كاين ما قلتيش لهاد السيد ساعدني انني نوصل ليه وهذا؟ قلت لي، قال لي لا انا ما نقدرش، خوتو كلهم واعرين، ما معاهمش مفاهمه، ما كيتفاهموش مع بعضياتهم. وصافي هادشي اللي كاين. ومن بعد باش انا شفت الاب دي هكا داير معايا العنف وما بغاش يجي يواجهني، درت طلب ناسب وانا ندفعو المحكمه، حتى انا ما كنتش باغا ندير هادشي، ولكن هو اللي دخلني نضطر ندير، حيت غيقولوا راه حشومه دعات الاب ديالها. لا انا ما دعيتوش، انا درت غير طلب ناسب باش نعرف هذاك السيد الاب ديالي ولا ماشي اب ديالي، حيت ما جاش واجهني في الاول، ما جاش واجهني. ومن اتصلت فيه ديك اتصل هذيك الكلمه قال لي ضربي على هاد النمره ولا ما يعجبك الحال. ما اختارتيش شبيبات اخرين قبل ما توصلي للمحكمه؟ شي ناس اخرين يقدروا يتواصلوا معاه؟ يعني انت يلاه جيتي دابا تقريبا ما كملاش غير شهر تقريبا، ما حاولتيش تشوفي شي خيوط اخرى
بدون تصدع، بدون ولوج المحاكم، بدون يعني بقى داكشي هو يدي ما، لانه هو تلقى دابا مجوج عنده وليدات اخرين، يعني واحد الطريقه اللي كما كنقولوا بلا ما الولي يدي، بلا ما نمشيو للقانون في هذا الباب، بقاو حنا خوت بيناتنا. ما بغاش تواصلت في حد السيده اللي عاشت 3 سنين هادي، كانت هضرت معها على حسابي انا، وقال لها نفس الهضره اللي قلت، قال لها راه كنعرف امها شحال هادي وما عرفت، جيت لكازا ما عرفتش حامله ولا ماشي حامله. لا هو مني جا كازا عارف امي بما راه كانت حامله، وكان داعي امي في المحكمه الجديده. هادشي اللي كيقولوا لي الناس اللي كيعرفوني اللي شافوا الفيديو ديولي، وقال لي راكي كتشبيلي اللي في الهضره ديالو خصوص، قال لي اخواتاتك. انا بغيت شي حاجه، باغا نتعرف على اخواتاتي وصافي. وانتي في الحياه تفضلي. دابا انا قلت لي صاحبتي، قالت لي بقيت شوف هذيك التصويره ديال خوك، بقيت تصطاي، تخيل ما يجوا لي تصويره خويا كنبقى نشوفه مره كنجبد من التليفون وكنبقى نبوس في التصويره ديال خويا. حتى انا قلت لها انا باغا من انت شي حاجه، باغا غير نشوف خوتي صافي. تخيل مع نهار مشيت عند خويا من البيت بقى يشوف فيا، مشيت حدا الدار حد وروني الدار، ولقيت خويا الصغير عنده 10 سنين كيلعب قدام الدار وكيشوف فيا، وانا كنشوف فيه وزد كيشبه ليا. كلشي خواتاتي كيشبهوا ليا، حيت حنا تابعين بونا، حيت با غير تشوفو هو تشوفني انا يا خويا. انا ما بغى منه حتى شي حاجه، انا الاب ديالي ما بغى منك والو، بغيت منك حاجه واحده غير طلب النسب والهويه ديالي، باش انا نعرف شكوني، باش انا نعرف. ما بقاش بنت كيقول لي ديك مشرده، شو ديك مشرده لا بو لا حنين لا الحراميه هذه، لا انا بغيت نثبت الهويه ديالي. الا كنت الاب ديالي وسمعت هاد الاودي فيديو، الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم باك العزيز. انا ما بغى منك حتى شي حاجه، غير تواصل معايا وهضر معايا بلاتي احسن، ونحيد هذيك المحكمه اللي دايره، حيت المحكمه اللي تمت المحكمه وجيت المحكمه تم التحليل بما تركت الاب ديالي، راه يرجع لك كلشي على ظهرك، وانا ما باغيش هادشي يا بابا. انت فاهمه القانون كيفاش كيمشي في هذه الحاله ولا لا؟ فاهمه القانون اخويا، قولي لي فاهمه القانون. لا كان انا بعد دابا دايره طالب الناس، ما دايره شي حاجه، شي اللي قالوا لي باش ما داكشي ما يرجعش على ظهري. ولكن الناس كيقولوا لي راكي تي بنت، ولا طلعت التحليل وطلعت التحليل بما راكي تي بنت، راه هو غيحسب لك المصروف من تزاديتي حتى لدابا، ولا ما كانش عدو راه يقدر يمشي للحبس. انا ما باغاش نوصل لهاد المرحله. قالت لي حد البنت لا راه عدو، حد الوحده قالت لي لا راه عدو البرط ما في الوالديه 13، وعدو الدار هنا في الكازا، هي اللي كتبها بسميه مرتو، برط ما عارفاش. وهادشي اللي قال لك هادشي الناس ديال القانون ولا اللي بغى يهضر وصافي؟ لا مجيبين لي الدليل الصحيحه. شنو هو الدليل؟ دليل اللي كيعرفوا الاب ديالي كان يسكن في الدرب الكحل في اللي ساسفة، وباش ديك الليله باش من تلاح الفيديو بعد ما الصباح باع هذيك الدار وتحول رياض راحه. انتي دابا خدامه شنو كديري؟ الساعه باقا ما خداماش، غير جالسه خويا، باقا شهوكتي غير مع الاب ديالي. حاولي تشوفي شي خيط ابيض بالناس اللي كتعرفي، ما ربنا دوز الامور بواحد الطريقه سلسه وبدون تراشق في الكلام، بلا تصدع، بلا محكمه، بلا والو. ديك نصيحه ليك، شوفي هذا الخيط تاعو. المحكمه هي اللي غتجيبو، حيت درت هذه المحاوله والو ما جاش. انا اللي عارفه المحكمه هي اللي غتجيبو، ما كان لما جاش راه غيخرجوا معايا للامن. واش اللي كاين اخويا؟ وكنشكر حتى حد الجمعيه اللي دابا يلاه مشيت ليها اليوم وسقبلوني، وهما اللي غايشوفوا لي شي محاميه، قال يرجع عندنا نهار الخميس. قلت لهم الجمعيه شنو قالوا لك في القانون في هادشي؟ قالوا لك ولا مازال؟ قالوا لي حتى هما انصدموا، قال لي كيفاش تطلعت لاكارت ديالك وشكون هو هاد عبد العزيز؟ عبد العزيز سنة عمار، من جاتك هذيك النيه خاصهم ماشي يديروا لك السميه، خاصهم يديروا لك سميه امك، كيفاش هاد السميه حاطينها لك هنا؟ شكون صوب لك انت لاكارت؟ انا ما كنعرفش شكون اللي صاب لي لاكارت، محسنين هما اللي داروا لي لاكارت، ولكن الكنيه ما عرفتش شكون اللي دارها لي. اي ولكن داروا لك بحكم ديال المحكمه، كاين اجراءات في هادشي، هاد محسن راه ساعدوك ماشي كانوا ضدك. ساعدوني وما عرفش هاد الاسم. دابا كتقولي لي انا ما عرفتش شكون اللي دار لي هادشي، بحال تتحملي المسؤوليه، راه عاونوك في الاول. عاونوني المحسنين في الاول، ولكن ما عرفش الكنيه عبد العزيز عمار ما عرفتشوش، هادو هو اللي ما عرفتوش.
شكرا لك، مهم عندنا ورجعتي لبلادك، والشكر الجزيل مرة أخرى للسيد المستشار اللي ساعدك ومجهود كبير للمغاربة تضامنوا معاك، والحمد لله دابا كليتي وساكنة مستقرة، هذا هو الفضل ديال رب العالمين. وتنتمناو أنه هذه الكربة اللي فيها أنتي تقدر تحيد بإذن من الله سبحانه وتعالى، الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، هذه هي قصة سناء، يتنور رأي العام أكثر في الموضوع، موضوع النقاش عندما الأب، وهذا موضوع له إطار قانوني ديالو محض. إذا كان ابنه زنا فمن الصعوبة في الموضوع، لأنه ليس ابنه فراش، وما كاينش خطبة وما كاينش زواج، كما يبقى الحق للطرف الثاني أنه يقبل أنه يدير لاضين، له الحق يديرها ولا ما يديرهاش. في هذه الحالة إذا ثبت أنه ما كاينش ابنه زنا، أو كانت علاقة علاقة فيها خطبة أو زواج، ممكن بطبيعة الحال أنه لاضين ديالها ديرها بوحدها، وإلا تخلف الطرف الثاني المحكمة في الإطار القانوني كتفصل بأنه تأخذ النسب ديال الأب، كما يبقى لها بطبيعة الحال كما يبقى لها الحق في الاسم نعم، ولكن كل ما يتعلق بالنفقة وأمور أخرى ما عندهاش فيه الحق. وهنا في إطار ثاني أنه هي وصلت للسن ما يكفي، ماشي قاصر. مشاهدينا الكرام، خيوط القانون فيما يخص أمور تتعلق بالنسب عند إطار قانوني ديالها، كما يبقى الجانب الثاني هو السنة اللي وقع فيها تاريخ الازدياد بالضبط، لاد واش هو فيه تقادم العام أم لا، هناك إطار قانوني وله دوير اختصاص في الموضوع. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل للجمعية بطبيعة الحال أنها تباشر مع الخطوات القانونية من أجل الوصول لشي اتفاق أولي مع الأب حتى تمر الأمور بطريقة سلسة بدون تصدع، لأنه الدنيا تتغير وفيها صعوبات. هذا الأب انطلاقا من الواقعة من بعد بطبيعة الحال غادي يكون زوج عنده زوجة أخرى، واش معطيات كيعرفوهم ولادو نعم أم لا، هنا غيكون شيئا ما نوع من القلق والتصدع في الملف. نتمنى الجمعية أولا لها من الخطوات المتبعة في الموضوع تأخذ الجانب الإنساني والتواصل بين الأطراف حتى تمر الأمور بواحد الطريقة ضيقة وسلسة وفيها الرحمة بين الأطراف، عكس الطريقة الثانية اللي كتبقى اللي هو الإطار القانوني في هذا المجال. مشاهدينا الكرام، الخطوات الأولى الحمد لله سناء في استقرار عندها سكن، ساعدوا المغاربة مشكورين انطلاقا من الواقع اللي ألمتهم بشكل كبير، من السعودية للدار البيضاء بصندالة ديال الميكا علامة استفهام، إشكالية كبرى، هي الآن مستقرة في البلاد ديالها وتنتمنوا لها خير. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.